الكارات اللي منورسة من الأم بتكون أحلى على الأولاد من الغربة، ومرت ابني لما لبسته على رقبتها طلع أحلى. شو رأيكم؟ أنا حاسسته لابق لها. لو إني بدالك كنت قلت لها خدي مبروك عليك. مو هيك رأيك أختي؟ طالع حلو عليها. هالطوق كان طوق أمها لموهيني، وبعدها لبسته موهيني بعرسها، وهلأ راجي رح تلبسه كمان. راجي هالطوق صار إلك. شكراً بابا، ما بدي إياه. حبيبتي الأولاد لهم الحق بكل شي بيملكوه أهلهم. مبروك يا أخي. الناس بياخدوا قرارات سريعة بهالمسائل العائلية هي، بس أنت لازم تسأل موهيني كمان. ما بيحق لراجي تاخد العقد بدون ما تسأل أمها. لا يا ماما، أنا ما بدي أخد العقد، بعدين تقيل كتير، أنا شو بدي أعمل فيه؟ لا يا بنتي، نحن ورثنا هذا الطوق جيل من بعد جيل، وهو جزء من تقليد العيلة. الأم بتعطي بنتها الطوق اللي أخدته من أمها قبل، ولازم أنتي تحافظي على هذا التقليد يا بنتي، وهو صار من حقك هلأ. هالعقد لبق لها كتير، مزبوط حكي حبيبتي؟ راجي بنتي، أمك عطتك هدية كتير غالية على قلبها، يلا شكري عليها. ها يلا بنتي. ما في داعي حبيبتي. ليش حاسة إنه في شي غلط؟ حاسة إنه في شي أنا ما بعرفه. عم تحاولي تبتسمي يا أمي، بس في حزن بعيونك. لحظة وراجع. موهيني؟ عمتي؟ لا حبيبتي موهيني، لا تبكي، بس خلاص طولي بالك روقي. أنا هلأ أتعس أم بالعالم يا عمتي، مع أني لازم أكون مبسوطة أنه عطيت بنتي الهدية، بس ما عم بقدر خبي حزني. أنا اليوم اضطريت فرت بطوق كان المفروض أنه يحمي بيتنا حتى ما ينباع ونتبهدل، وهالشي مهم وخصوصا قدام عائلة زوجة لراجي. راجي ما لازم تعرف أبدا يا عمتي قديش كانت